السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر سليم وانت بتتفرج على قناة بيم عربية. والنهاردة تحذير شديد اللهجة من الموقع الموجود على النت اللي يقول لك ارفع البحث بتاعك واحنا هنقول لك نسبة الاقتباس قد ايه. تمام؟ ليه؟ اولا في مواقع كتيرة بتبقى مواقع مضروبة، مجرد ان هو بيعمل لك هايلايت على بعض الجمل ومن غير ما يعمل فحص، يعني هو مجرد بس ايه مبرمجه كده، اول ما تلاقي اقتباس اديله لون احمر واديله لون اخضر وقول له ان في نسبة اقتباس مثلا 10-20 وهمية مش مرتبطة بأي أبحاث ولا خالص، زي اللي على الفيسبوك اللي يقول لك اكتب اسمك وأنا أقول لك معناه إيه، بتكتب له مثلا اسمي محمد فيقول لك اسم جميل اسم وردة. ليه؟ لأن هو مش متبرمج إن هو يدور في قاموس، هو متبرمج برمجة بسيطة جدا، مديله 20 جملة ويقول له كل اسم اديله أي جملة من الجمل دي، فدي حاجة بتضر ولا تنفع. تمام؟ وضر المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فلو في أي مصلحة لا تغور المصلحة ما دام في ضرر. الحاجة الثانية ان بعض المواقع ديت بياخد الابحاث دي يبيعها. تمام؟ انت بتلاقي ناس كتير يقول لك ايه تعالى وهنبيع لك بحث او اشتري من عندنا رساله ماجستير او رساله دكتوراه واكتبها باسمك وتنتشر كده. هو بيعتمد على كده ان هو يسرق الحاجه منك وقبل ما تنشرها يكون هو باعها ويكون الراجل ايه خد عليها الرساله، فلما تيجي تقدمها للجامعه يقول لك لا البحث ده اتنشر قبل كده، البحث ده مسروق ورغم ان انت اللي عامله، فما ترفعش البحث بتاعك على موقع مش مضمون وموقع مش معروف بتاع مين. تمام؟ طيب نيجي لموضوع اخر وده حصل فعلا حقيقي بدون ذكر اسامي. في واحد كان عمل رساله وتعب فيها وبعتها للدكتور في الجامعه قال له اتاكد ان الرساله دي نسبه الاقتباس فيها قد ايه. فلما رفعها على موقع الجامعه او البرنامج اللي الجامعه شارياه فاتسجلت كبحث، فهو لو قدمها تاني في الجامعه او في اي مكان تاني هيقول لا ده نسبه الاقتباس 100% ما تنفعش تتحط. تمام؟ فحذر شديد جدا ان انت ترفع الحاجه غير لما تكون متاكد منها. برضو تبقى عارف ان انت الهاف حاجه يقول لهم دي تجربه ومحد ما تسجلهاش انها بحث اتنشر او ان احنا سجلناها وهكذا. تمام؟ طيب اعتقد والله اعلم ده اعتقادي الشخصي ان انت مش محتاج ان انت تعمل تشيك قبل ما تقدمه، انت عارف انت تعبت في البحث قد ايه، لا انت نائل وهكذا. زائد ان من البحث العلمي ان انت ما تكتبش الجمله زي ما هي. تمام؟ انت بتكتبها بالمفهوم بتاعك ولازم تذكر المصدر، يعني خلي بالنا انت الجمله مش تاخدها كوبي بيست، لا انت المفروض تقول انا فهمت منها ايه، يعني ممكن تعيد صياغتها على النحو اللي انت شايفه، تغير الكلمه على حسب اللي انت فاهمه وتقول ان الجمله بتاعت فلان تذكر المصدر. تمام؟ دي من ضمن الحاجات، او ممكن تكتب الجمله زي ما هي للاقتباس وتشرحها وتقولها برايك، لازم تحط الحاجه وجهه النظر بتاعتك. تمام؟ ولازم تقول المصدر، لو نشرت حاجه وما فيهاش مصدر دي ممكن تعرضك للمساءله، فلازم في اخر الكتاب اللي انت كاتبه او اخر الرساله او اخر البحث لازم تقعد تكتب مصادر الناس اللي انت استدلت بالبحث بتاعهم، ودي حاجه كويسه يعني من بركه العلم ان ينسب العلم لاهله.